حدثنا عبيد الله بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا